السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل مثلا مظله للسياره. طيب اول حاجه اعملها ان انا هعمل امبورت للسياره، فاقول له انا عايز اعمل كومبوننت بليس كومبوننت، وممكن تخش لود فاميلي وانتورج هتلاقي السياره. هنزل مثلا السياره بالشكل دوت اهو، وهبدا اقول له ان انا عايز من كومبوننت اقول له موديل امبليس، واقول له ان انا عايز اعمل الفاميلي دي اخليها باركنج مثلا، واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز الارتفاع بتاعها مثلا 200 ملي بالشكل دوت، واقول له اوكي. وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن حاجة بالشكل دوت تمام، واقول له خلي ده مثلا متر بالشكل دوت. خلينا نشوفها في 3D، خلي دي حاجة صغيرة لان دي بس مجرد ايه هتثبت بمسامير، وخلي دي ترتبط بالجزء اللي فوق بحيث لو كبرنا او صغرنا بتكبر معاها. طيب انا عايز دلوقتي بقى اقول له من كرييت، هقول له ان انا عايز ارسم مثلا، ممكن اقول له انا عايز ارسم اكستروشن، او ممكن تعملها باكتر من طريقه يعني. ممكن تقول له اكستروشن عادي، بس هقول له اعمل لي ست بكابلان ديت، وهقول له ان انا عايز الاكستروشن بتاعي ان انا هرسم مثلا ارك بالشكل دوت تمام اهي، و ليها شكل كده مثلا، و حاجة بالشكل دوت، او خليها كده تمام. خلي دي تكمل حد هنا، وخلي دي تكمل مثلا، ممكن نرسم واحد تاني من هنا مثلا لهنا، اي شكل مدخل شكل جديد يعني حاجه بالشكل دوت تمام. هو له اوفست واقول له مثلا خليها 20 مثلا بالشكل ده بالشكل دوت والشكل دوت، واقول له بقى تريم بين دي ودي وبين دي ودي اهوت وبين ده وده. خلينا نعمل قطع هنا وقطع هنا، واقول له تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا او بشكل دوت، اقول اوكي. وخلينا نشوفها من الناحية دي. طبعا بتقدر تتحكم في الشكل نفسه، تقدر تحرك كده وتحرك برضه ده الناحية التانية كده، عملنا حاجة بالشكل دوت اهو. فينيش موديل، ممكن تيجي برضه ايديت، خلينا عشان نظبطها اكتر الحركة دي لجوه شوية، ودي كده طيب. ممكن بعد كده اقول له فينيش موديل، وبعد كده هاجي هنا من ارتكشر واقول له او خلينا نعملها جواها برضو، ممكن تعملها في فاميلي تانية او في نفس الفاميلي افضل. اقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن، واقول له بيك، وابدا اختار بالشكل دوت اهو، واقول له اوكي، كان انا بسد الشكل دوت بعد كده هنعمل سيلكت ونروح نختار ماتيريال، اقول له appearance
واجي هنا اقول له مثلا عايز الماتيريال اللي هي الكات اوت ديت، تمام. هدخل اختار بقى الصورة اللي انا عايزها، او ممكن ان انت تختار الصورة مثلا. خلينا نختار الصورة ديت، تمام. الصورة دي ممكن نقول له هنا edit image، وممكن نقول له انا عايز اعكس الصورة فيعكسها لك بالشكل دوت. تقدر تكبر وتصغر، خلينا نشوفها محتاجين نكبرها ولا نصغرها. عشان تشوفها مظبوط لازم تروح للرياليستيك تطلع معاك الصورة ديت. طيب خلينا ندخل تاني. edit image، اقول خلي الصورة المفروض تعكسها، تطلع معايا بالشكل دوت. اعتقد ان احنا كنا محتاجين نشوف موضوع المرة ايه طلع مثلا بالشكل دوت، تمام. فانا ممكن اقول له فينيش موديل اهي، تطلع معايا حاجة بالشكل دوت. خلينا نحرك العربية لورا شوية كده، ممكن دي برضو نكررها، ممكن تكررها من بره، او ممكن تيجي هنا تعلم على كل حاجة تقدر عليها وتقول له كوبي ويتخليها كده مثلا. ونبدأ بقى نعمل المظلة ما بينهم. فممكن بكل سهولة اقول له كرييت واقول له اكستروشن، وهشوف هي مظبطة على ايه. ممكن نظبطها مثلا هنا واقول له اعمل لنا مثلا نوع من انواع القماش مثلا. قال لي نقول له بيك لاين اهو، ونقول له اوفست بالشكل دوت، ونقفل الشكل ممكن من خلال القوس كده. ونخليه يكمل لحد الناحية التانية، ونديله أي ماتيريال مثلا إزاز أو أي حاجة أنت حابب تقطعها، قماش مثلا أو أي ماتيريال أنت عايزها. ممكن مثلا حاجة بلو كده بالشكل ده، بس تبقى انت عملت مظلة وتقدر تكبر تصغر حسب ما انت عايزها. ده الفم العين.